السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الشهادة الثانوية. إن شاء الله نعمل أسئلة ومسائل حل نماذج البوكلت إن شاء الله في الكيمياء. تابعوا معنا إن شاء الله تبقى حلقات مستمرة ورا بعضها. أهم الأسئلة المهمة جدا جدا اللي بتتكرر كتير في الامتحانات، مش هنقول محافظات لأنها اسمها امتحانات. خلاص نبدأ إن شاء الله. السؤال الأول: الشكل المقابل خلية جلفانية. أولا ماذا يحدث؟ نركز قوي، هنا قطبين، هنا نحاس، وهنا إيه؟ خرصين. ماذا يحدث لقيمة القوة الدفع الكهربية إذا تم استبدال نصف خلية الخرصين بنصف خلية مغنيسيوم؟ احنا عارفين طبعا إن المغنيسيوم أنشط منين؟ من الخرصين. إذن على طول تزداد القوة الدفع الكهربية، تزداد القوة الدفع الكهربي، لأن جهد أكسدة المغنيسيوم، يبقى لو استبدلت الخرصين شلته خالص وحطيت مكانه المغنيسيوم هتزداد القوة الدفع الكهربي، لأن جهد أكسدة المغنيسيوم أكبر من جهد أكسدة مين؟ الخرصين، أو لأن المغنيسيوم أكثر نشاطا. ماذا يحدث عند رفع القنطرة الملحية من محلول الخلية؟ القنطرة الملحية زي ما انتوا عارفين ديت، لو احنا شلناها ايه اللي يحصل؟ يتوقف التفاعل، يتوقف التفاعل. دي إجابة نموذجية بس لو قال ماذا يحدث بس ما قالش فسر الإجابة. طبعا الإجابة قلنا يتوقف ليه؟ بسبب توقف عمليتي الأكسدة والاختزال. طيب الشكل السابق جه في امتحان آخر نفس الشكل بالظبط، ولكن سألني سؤال تاني، قال لي ماذا يحدث لقيمة قوة الدفع الكهربية إذا تم استبدال نصف خلية الخرصين بنصف خلية حديد؟ يبقى المرة دي هنشيل الخرصين وهنحط حديد. فسر اجابتك. طبعا هنا هيبقى العكس تماما، هتقل القوة الدفع الكهربي. ليه؟ لان الزائر الجديد اللي هو الحديد خلاص جهد اكسدته اقل من جهد اكسدة الخرصين، يبقى تقل قوة الدفع الكهربية، نكتبها بنفس صيغة اللي فوق كده، لان جهد اكسدة الحديد مش اكبر من بقى، لا اقل من الخرصين اللي احنا استبدلناه به. طيب بعد كده في مسألة من مسائل الكهربية جميلة جدا. طبعا المسائل بتتكرر بس بعض الامور يعني بيطلبوها مختلفة عن بعضها. يعني مثلا نقرأ المسألة مع بعض: عند امرار تيار كهربي شدته 15 امبير لمدة 15 دقيقة، ودي نحط تحتها خط لان الدقايق بنحولها لايه؟ لثواني، في محلول فلز ثنائي. الثنائي ديت لها معنى عندنا في في الكيمياء الكهربية، تكافؤ، ازدادت كتلة الكاثود بمقدار 9.35 جرام، احسب الكتلة الذرية الجرامية لهذا الفلز. طبعا انا عندي القانون اللي انا هستخدمه، كمية الكهربية انا عندي في بيانات الاول عاملها، كمية الكهربية معروف ان بتساوي شدة التيار في في الزمن. نعوض يلا على طول، شدة التيار عندي كام؟ 15 في الزمن، 50 في في 60، او ننسى ليه؟ عايزين نحول الدقايق لثواني. خلاص يبقى الناتج نضرب كده صفرين، والخمسة في ستة بتلاتين، تلاتة في خمستاشر بخمسة واربعين، يبقى 45,000 كولوم. نزلناها من رمز سي، ماشي كولوم بالكتابة مفيش مشكلة. نشوف القانون اللي هنعوض فيه، عايزين نجيب الكتلة المكافئة الأول عشان نقوم ضربينها في التكافؤ اللي عندي. يبقى الكتلة المكافئة
كتلة المكافئة بتساوي قانون نحفظه وسهل جدا ومفيش كلام، الكتلة المترسبة، كتلة المترسبة في 96,500 على كمية الكهربية اللي أنا جبتها، على كمية الكهربية. نبدأ نضرب كده، الكتلة المترسبة اللي أعطاها لي بيقول لي ترسب أو ازدادت كتلة الكاثود بمقدار كام؟ 9.35، يبقى تساوي 9.35 في 96,500 على كمية الكهربية اللي أنا طلعتها 45 ألف. نختصر وبالآلة الحاسبة عشان ما نضيعش وقت، بتطلع لي 20 جرام، هي ديت الكتلة الإيه؟ المكافأة. طيب هو طالب مني الكتلة الذرية مش الكتلة المكافأة، يبقى الكتلة الذرية، كتلة الذرية بيساوي الكتلة المكافئة في التكافؤ اللي عطوهولي، لأن قلنا في لز ثنائي الإيه التكافؤ دي يعني موجودة في المسألة، علشان الكتلة المكافئة ما تطلع بنضرب في التكافؤ مباشرة، يبقى هنقول 20 في إيه في 2 بتساوي 40 جرام. بعد كده ندخل على المعادلات، لان في بعض الناس برضو لحد الان المعادلات يعني مش متظبطة معاه، يعني اعمل لكم شوية معادلات برضو من اللي بيجم كتير في البوكلت وموجودة في البوكلت ومتكررة، يعني مش مألف انا معادلات، مش متوقع انا معادلات واعملها بايدي، لا دي متكررة في الامتحانات. اما اقول مكررة في الامتحانات يعني ممكن بسهولة ايه تيجي السنة دي ان شاء الله. وضح بالمعادلات الكيميائية الموزونة، ده رأس السؤال في المسائل في المعادلات كلها اللي هجيبها عشان ما نقعدش نكرر. امرار غاز بروميد الهيدروجين على حمض الكبريتيك المركز الساخن. بروميد الهيدروجين ترجمة حرفية، هيدروجين اتش جي، بروميد الهيدروجين، الهيدروجين اتش، بروميد بي ار، يبقى بروميد الهيدروجين زائد حمض كبريتيك مركز، حمض كبريتيك مركز ساخن، كونك يعني ايه مركز كونسنتريشن. طبعا هناخد 2 من بروميد الهيدروجين، ليه برضو ما نقلفش؟ لان حمض كبريتيك ثنائي القاعدية من اولى ثانوي، يبقى لازم اخد ايه 2 هنا. انا عندي هنا 2 اتش، 2 اتش و2 ايه بروم، 2 اتش و اس او 4. نركز كده، اولا الاس او 4 هتدي ذره اكسجين هنا، ادي جزء ميه وذره اكسجين هنا، نركز المعادله بتتعمل ازاي، ادي جزء ميه خلاص وبيطلع عندي 3 نواتج. اولا البروم، ابخره البروم بتطلع لوحدها بر2 زائد قلنا 2 ميه، 2 اتش 2 او زائد اس او 2 ثاني اكسيد ايه الكبريت. يبقى هنا ثاني اكسيد الكبريت، غاز ثاني اكسيد الكبريت، هنا ميه، هنا ايه بروم. المعادله دي تاني نعملها تاني برضو كده بسرعه، يعني دايما نخلي المعادلات ديت في الذاكرة عندنا شوية، يعني معادلة زي ديت تاني هنعملها، اتش بي ار بناخد منها 2 زائد حمض كبريتيك مركز. بركز على المعادلة دي ليه؟ لان في احتمال كبير تيجي ان شاء الله السنة دي ومهمة بصراحة. خلاص نكسر كده كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة عشان ما نقلفش. 2 بي ار، خدوا بالكوا 2 بي ار دي طلعت، يبقى اول حاجه اهي نحطها في الاول، هنحطها في الاول نحطها في الاخر، المهم ان النتائج تكون صح. هنا 2 اتش وهنا اس او 4. بص المنظر اللي عندي بقى كده، ايه اللي يخلينا افتكر بقى الاكسجين؟ اولا 2 اتش و2 اتش مش واقفين منظره، هينتزع عامل المختزل القوي زي ما احنا عارفين،
وينتزع برضه ايه ذرة اكسجين، يبقى 2 جزيء مية طالعين، 2 جزيء مية طالعين، 2 H2O زائد ما تبقى من الاربعة كام؟ 2 SO2. حبيت اعملها تاني بره الورق اللي انا ايه كاتب فيه السؤال او المعادلة، اساس برضو ايه نفكر مع بعض واحنا بنحل. وضح بالمعادلات الحصول على كبريتات الرصاص 2 من كبريتات ايه الصوديوم. تاني الحصول على كبريتات الرصاص، يعني انا عايز كبريتات الرصاص بعد التفاعل من كبريتات الصوديوم. يبقى انا ببدأ بكبريتات الصوديوم، ابدأ بكبريتات الصوديوم Na2SO4 زائد حاجة تبع الرصاص اسيتات الرصاص. يعني ايه حاجة تبع الرصاص؟ ما هو لازم افكر وانا بكتب المعادلة. CH3COO كل 2 رصاص بتقيلة بخفيفة. خلاص طبعا كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة وتبادل على طول، دي ما فيهاش اي مشكلة، ولكن ازاي ابدأ حل المعادلة؟ هو ده اللي انا بتكلم عنه الوقت. COO وهنا منها 2 وهنا الرصاصة. يبقى هنا عندي موجب، هنا سالب سالب، هنا سالب، خلاص هنا سالب، والرصاص معروف ايه انه موجب موجب. طب انت بتقول لي موجب موجب وسالب واحده، ما في قدامها 2 زي الصوديوم. خلاص يبقى الصوديوم مع الرصاص هو ده المطلوب، كبريتات ايه الرصاص. يبقى الناتج اللي طلع لي كبريتات الرصاص مع بعضها، خلاص يبقى بي تقيله بخفيفه SO4 ده ثنائي وده ثنائي، خلاص زائد اللي عندي باقي الصوديوم مع مين؟ مع مجموعه الايه الاسيتات. يبقى ناخد 2 عامل مشترك CH3 COO Na اسيتات الصوديوم، اسيتات الصوديوم. المعادله دي مهمه برضو لان جزء عضويه على جزء ايه غير عضوي. كيف نحصل على اكسيد الحديد 3 من السيدرايت؟ عند السيدرايت FeCO4 CO3 دي كربونات الايه الحديد، ومعروف الاسم ايه بتاعها السيدرايت. خلاص كسر روابط جزيئات المواد المتفاعله Fe و CO3 ذره اكسجين، ما تبقى ثاني اكسيد ايه الكربون. خلاص يبقى هنا FeO زائد ثاني اكسيد الكربون. طيب الناتج اللي طالع ده هنعمله FeO زائد O2 سهم عليه حرارة. طبعا هناخد 4 هنا، خلاص هنا 4 حديد و4 اكسجين. يبقى الناتج اللي هيطلع عندي 2 Fe2O3. خلاص يبقى الوقت هنا هوت الناتج اللي طالع عندي 4 4 و2 6، يبقى 6 اكسجين، ومع الاربع حديد بيديني اكسيد الايه الحديد ايه 3. تاني المعادلة هنا السدرايت فكناها بالتحليل او بالانحلال، ادتني FeO زائد CO2. FeO بيحصل له أكسدة، خلاص مع التسخين في الهواء الجوي بيديني Fe2O3. ما أثر حرارة على أكسالات الحديد؟ بصراحة أكسالات الحديد دي مهمة لوحدها ومهمة في تفاعلات أخرى، يعني أكون لازم عارفها. يعني إيه برضه COO من أكسالك بتاع أولى ثانوي؟ او حمض الاكسالك، لا دي اكسالات ايه الحديد. اتفقنا معزل عن الهواء بتتكتب على الساعه، يبقى فيه ايه تسخين ومعزل عن الهواء، يعني معزول عن ايه الهواء. طبعا في طريقه صغيره بنعملها، الحديد خد الاكسجين، اول اكسيد الكربون لوحدها وثاني اكسيد الكربون ايه لوحده، يبقى في هنا عندي 3 نواتج FeO زائد CO زائد ثاني اكسيد الايه الكربون. معادله من المعادلات الكويسه ومطلوبه ان احنا نركز فيها لانها موجوده بالمناسبه في الامتحانات ومتكرر. عندنا هنا
ما أثر حرارة؟ ما زلنا السؤال الرابع في واحد واتنين، أو ألف وباء بلغة البوكلت. أكسيد هيدروكسيد الإيه؟ الحديد. عايزين نعمل نشوف أثر حرارة عليه. أكسيد هيدروكسيد الحديد Fe OH كل 3. ليه؟ لأنه قال لي إيه؟ H3 اللي هو 3 إيه؟ باللاتين. خلاص، سهم وعليه حرارة. الحرارة هنا لها شرط أكتر من إيه؟ 200 درجة إيه؟ مئوي. طبعا هنا هيدروكسيد الحديد 3، بناخد منه ايه؟ 2. ودي الحتة بس الفنية اللي عايزين نركز فيها، عشان في ناس بتنسى ونقعد نوزن المعادلة بطريقة خاطئة. سهل جدا الطريقة ديت. 2 حديد، خدوا بالكم الاتنين في 3 ب6 هيدروكسيد. لما تيجي نعملها بطريقة حلوة كده، طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ هما 6، 3 الناحية دي و3 الناحية دي. ليه؟ يعني احنا ناقصين تضييع وقت؟ لا، ده بالعكس، ده احنا بنأمن نفسنا عشان نعرف الناتج هيطلع لوحده. بصوا كده، 3 ميه والتلاتة او هتيجي هنا، يبقى الوقت اف اي 2 او 3 زائد 3 جزيئات ميه. 3 جزيئات ايه؟ ميه. نركز يا جماعه، اسئله او معادلات جميله وحلوه وما فيهاش مشاكل. طيب انا عايز معادله التفاعل الكلي في خليه الزئبق. طبعا خليه الزئبق ممكن يجيبها لي معادله كده، ممكن يقول لي وضح فيها الاكسده والاختزال. اولا زئبق الخليه نفسها، عندي زد ان خرسين زائد اتش جي او اكسيد الزئبق، سهم زد ان او زائد اتش جي زيرو فوق طبعا كده، وهنا زيرو خلاص اللي هو الايه؟ الحالة الذرية. طيب لو جه قال لي وضح، هي خلاص المعادلة كده صح زي ما هو عاوز. لو جه قال لي وضح الأكسدة واختزال، طب ما تيجي نفكر نفسنا كده بالأكسدة واختزال. الخرصين قبل التفاعل كان ايه؟ وبعد التفاعل كان ايه؟ ما هو ده اسمه التغير الحادث اللي احنا خدناه في تانية ثانوي في الكيمياء، خدناه في تالتة إعدادي أكسدة واختزال. يعني الكيمياء تراكمية بقدر الإمكان نفتكر. الخرصين ها حصل له زيادة في الأكسجين، يبقى زيادة أكسجين، يبقى الخرصين حصل له إيه؟ أكسدة، يبقى عملية إيه؟ أكسدة. ده الكلام ده لو طلبها، لأن في سؤال تاني في عام من الأعوام السابقة قال لي مع توضيح عملية الأكسدة والإيه؟ والاختزال. طب ما تيجي كده نعمل حوار مع أكسيد الإيه؟ الزئبق. كان أكسيد زئبق أصبح زئبق بعد التفاعل. ايه التغير الحادث؟ نقص اكسجين، نقص اكسجين، عملية كيميائية ينشأ عنها نقص في الاكسجين، عملية اختزال، عملية اختزال. اخر سؤال في النهاردة في المعادلات بإذن الله، تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع كبريتيت الصوديوم. كبريتيت وليس كبريتات، ناخد بالنا لان في بعض اخطاء كتيرة بتحصل من عدم التركيز في السؤال. نبدأ نشوف السؤال بيقول ايه. كبريتيت الصوديوم Na2SO3 زائد حمض الهيدروكلوريك المخفف. انتم ملاحظين طبعا هنكتب هنا على السهم ايه؟ ضايل. وملاحظين ان 6 هنا ايه؟ يعني ربع سنتي. ليه؟ لان معلش المركب اللي قدامي ثنائي. طب انا عرفت اللي هو ثنائي منين؟ الصوديوم متاخد منه 2، يبقى ال HCl هحط ايه؟ 2. كده المعادلة ما عدتش هفكر كتير في الوزن بتاعها. خلاص، يعني هي الشطارة ان نظبطها من الاول. هنا 2 صوديوم، وهنا SO3، هنا 2 H و2 Cl. اللي احنا هنلاحظه الاتي، الصوديوم الموجب هيروح مع مين؟ مع الكلور. 2 عامل مشترك NaCl. نفهم الكيمياء جميلة يا جماعة، بس بنركز فيها. طبعا عامل مختزل قوي مش هيقف ساكت. يعني ايه مش هيقف ساكت؟ يعني هينتزع اكسجينه او ذره اكسجين، بقى ميه، ما تبقى SO2 غاز يتصاعد، يبقى اداني ميه H2O زائد SO2 غاز ثاني اكسيد ايه؟ الكبريت. خلاص، يبقى ده بالنسبه للجزئيه اخر حاجه النهارده في المعادلات. يبقى احنا ان شاء الله في الحلقات القادمه هنجيب برضو أسئلة متنوعة، مسائل متنوعة، معادلات بقدر الإمكان. دي الكيمياء غير عضوية، احنا خدنا حلقتين قبل كده
في الكيمياء العضوية. نبدأ النهاردة إن شاء الله أول حلقة في الكيمياء الغير عضوية والأسئلة المهمة فيها إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.